يا جنابي، عايز ابلغ رجلي طلع ميه تاني، اسمه سانتينو مابير. أم اسمه رجل سانتينو؟ ما لقيته والله، ما شيت مستشفى، ما شيت سجن. يلا يا داني يا را. انت اسمك منو؟ انا جوليا. وده ولدك؟ هاي ده دانيال ولدي. جوليا بتعرف ليك واحده بتشتغل يوميا؟ بجيب لك لمبه، خش انظف الاوضه دي وبعده فيها. طيب رايك شو ندخل المدرسه الخاصه الفتره بالشارع دي عشان يمشوا يجي براو؟ ليه ما تمشي معه وانت زايد تكمل تعليمك؟ امتحني شهاده وخش الجامعه. ما تقلقي، مصاريفه كلها علي. تقدر انت مزود العيار حبتين كم مع الولد ولا امه؟ صاحبي لك واحده من جاراتك دي، تقدر تطلع وتدخل معاه. صاحب الخادم دي ليش؟ بس البلد تمشي لقدام، كيف والناس لسه تفكر زي كده؟ طوالي بفكر، ولو عايش ليه ما بيسأل مننا؟ والله للأسف ما عندنا معلومات عنه. يا خالتي منى، لقيت مطراوين جاركم تالي شوفي. ماما دقيقة برجع لك. أنت ليه بتختاري تكذبي دايما يا منى بدل ما تقولي الحقيقة؟ ما دايما الناس بتحب تسمع الحقيقة.